وعلى المشاهدين، مرحبا بكم، السلام عليكم. نتمنى نلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير، وشكرا بزاف، تحية لكم واحد واحد اللي تيشكرنا اللي تيشجعنا وتيتبعنا، وشكرا بزاف على المتابعين ديالنا فين ما كاينين فين ما كنتو، شكرا بزاف، تحية لكم واحد واحد. ودابا غادي ندير واحد الفيديو صغير في الكوزينة، ولا نوريكم كي داير الجوع عندنا في السويس. هنايا اليوم الحد، فوالا اليوم الحد، انتما كتشوفوا الجو كي داير على الجريده ديالي. ها هي واحد شويه ديال النعناع وشويه ديال اللويزه، كنوريكم كيفاش داير الجو، عندنا الشميشه وزوين الجو. نتمنى يعجبكم الفيديو، شكرا بزاف، تحيه لكم واحد واحد. ازلت المرتي مزيان، نتمنى تلين بخير وعلى خير، تلين بحسن صحه جيده ان شاء الله. فوالا غادي نمشيو للكوزينه، نمشيو للكوزينه. فوالا المشاهدين، مرحبا بكم، هيا اختي فاطمة. مرحبا بك في السويس اختي، مرحبا بك، تحية لكم، تحية للمغاربة ديالنا واحد واحد. شكرا، مرحبا بكم، الفيديو جديد وتنشكركم بزاف، تحيه لكم. ازولاي مزيان، انت ميرت النون هتوركوني نتو دايما. ازولاي ايتي مينودي، ايتي مينودي، هتوركوني نتو ها. تغور ان شاء الله نصدمتو الو، لا تفوت ياك. ايوا مزيان، دابا غادي نقدموا لكم واحد الاكله، هي الاكله تدار بالرز، تدار بالرز والدجاج، هذاك الصدر ديال الدجاج تنقطعوه طريفات بحال هذاك اللحم اللي تنديرو في القطبان. ها هو قطعناه، غيكون شي نص كيلو، لا تنشوفو نص كيلو، شي نص كيلو غديرو هنا، تشعلي الغطاء فوالا. حنا دابا شعلنا سميتو، غنديرو هاد الدجاج، الصدر ديال الدجاج، هو نديرو ليه الزيت، الزيت البلدية، الزيت البلدية، الزيت عندنا المعصرة هنا. إيوا أنا راه متنبغيش أنا المعصرة، صافي، أوكي، مرحبا بكم المشاهدين، بارك الله عليكم. دابا عندنا في العطرية، العطرية عندنا الخرقوم البلدي، واحد الملعقة كبيرة ديال العسل، وشوية البزار ماشي بزاف، وواحد الملعقة صغيرة ديال الشكنجبير، واحد الكنور، وشوية الملحة، والورقة سيدنا موسى، ياك ورقة سيدنا موسى. اوكي، هنايا عندنا واحد البصلة كبيرة، بغيتي واحد البصلة كبيرة، وجوج الريوز ديال التومة، وشويه ديال المعدنوس والقزبور، ها هو مقطع هنايا. وغادي نحتاجو الرز مع هاد الاكله هادي، غادي نحتاجو الرز، غادي نحتاجو الرز، واحد زلافه ديال الرز، زلافه الحريره ديال الرز، وشويه الزيت البلديه، وشويه الملحه ماشي بزاف، وواحد جوج وراق ديال سيدنا موسى. اوكي، غادي نسدوها، كنسدوها، كنسدو هادي، هادي راه سبيسيال تطيب في الميكرووند، نسدوها، تنديروها في الميكرووند، هانتيا ديرها الميكرووند، حيد هاديك سميتها، تتجلس في الميكرووند. المهم تندير ليها 30 مينوت، إلا شتو مازال خاصو يشرب داك الماء، تنزيد ليه نزيد ليه في سميتو حتى يشرب داك الماء، راه بحال مفور. غير دوريها انتي، غندورها هكا، هيا دابا فيها اكثر من 30 دقيقه، سا ديبور تدوز واحد 30 دقيقه، تنطلع ليه نشوف كيفاش داير، الا مازال ما شربش الماء تنزيد ليه شويه حتى نشوفو ناشف بحال مفور. دابا غادي نجيو للكوزينه لداك اللحم، غادي نديرو هدا سميتو، هز واحد وي باش غادي تخرج،
هادي غير بهادي غير بهادي. غنخويو هاد البصله وهاد الثومه وهاد الربيع على هاد الدجاج، الصدر ديال الدجاج راه شي نص كيلو هكا تقريبا هنايا، والزيت البلديه قلنا خليو هادشي يتشحر شويه. غادي نجيب هاد العطريه كيما قلت، راه الخرقوم خصو يكون هادشي صفر، خصو يكون صفر. درنا من الخرقوم ما كايناش التحميره، ما كاينش سميتو، راه الخرقوم شويه البزار ماشي بزاف، واحد الملعقه صغيره ديال القهوه ديال الشكنشبير، واحد الكنوز شويه الملح، وجوج الوراق ديال سيدنا موسى. اوكي، ومرحبا بكم المشاهدين، وتبارك الله عليكم، وشكرا بزاف للمتابعه ديالكم والتشجيعات ديالكم. غادي نقليو هذا الشيء. اه بيان سور، غادي نقليو دابا، غنخلي ليه الملح بالضيق. ما تكثروش الملح، راه ما مزياناش الملح. بديت تقلى اللحم، عاد نرمو هاد العطريه الاخرى. اييه، ديري ليها الغطايه ديالها. تبارك الله عليكم المشاهدين، هاد الاكله هذه هي راه الاكله ازياتيك، هي راه معروفه اسميتو تيديروها هذوك ازياتيك، راه حنا عرفناها في واحد الريستورا باكستان، ياك واحد الريستورا ديال باكستان فين سميتو. وهاد الاكله راه غادي نستعملو لا كريم فريش، اي وشويه ديال الحليب. المهم راه هاد الاكله راه ما تيدارش فيها الماء نهائيا، ما تيدارش فيها الماء، غادي نستعملو غير الحليب ولا كريم فريش. وتبارك الله عليكم، ونتلاقاو من بعد المشاهدين اللي غادي نشوفو لها سويت ان شاء الله، ونتلاقاو من بعد. ولا المشاهدين، احنا وصلنا للنهاية، غادي تحبسي هذا يدير لنا الصدر. المشاهدين وصلنا للنهاية، هانتوما كتشوفو درنا هاد لا كريم فريش، واحد نص كاس ديال هاد لاكخيم فخيش، ها هو واحد الكاس ديال الحليب، ها هو، وهي ديك الاكله، ها هي طايبه، ها هي موجوده، ها هي. وحنا غادي نديروها في الطبسيل، واش دير داك دير في. وهذاك الروز اللي درنا في الميكرووند، ها هو راه بحال الا تفور، ها هو الروز بسمتي، ها هو تيبان لكم، راه عندنا هاد الطاوة سبيسيال، عندنا هاد الطاوة سبيسيال تنديروها في الميكرووند 30 مينوت، إلا شتوه مازال ما شرب داك الماء، زيدوا ليه واحد 15 دقيقة ولا 10 دقايق. هانتي فاطمة غادي تخويه هنايا في الطبسيل بسم الله، باش نوريكم كيفاش. واللي بغى حنا حيت كل واحد تاكل في الطبسيل، دابا غادي نديروه في الطبسيل الواحد باش غادي تشوفوا هاد المقدمة هادي. وشكرا بزاف، تنشكركم كلشي كاع المشاهدين ديالنا، قد داكشي مزيان باش غادي يشوفوا كيفاش تنقدم. اييه بحال الطريقه ديال الكسكسو، ما ديريش كله حيت راه شكون اللي غادي ياكلو. قد داكشي مزيان، ديري واحد بحال شي حفيره في الوسط، هانتي هو الرز راه بحال الا مفور تماما، ما بقاش فيه الماء كاع وطايب. وانت غتجيبي الطبسيل هنا، وهزتي ديك سميتها، هانتوما المقدمة ديال هاد الأكلة هادي، راه الأكلة أزياتيك، راه هي تدار بهاد الخرقوم البلدي وحتى الزعفران، ديرو شوية شوية بشوية راه كتخوي في الجناب. هانتوما عندها السواس حسو، أييه تنشربوا الكاس الكاس ديالنا. شكرا بزاف المشاهدين كاع المتابعين ديالنا، تنشكركم وسمحوا لينا اللي كيتوحم ولا شي حاجه، غير خليها غير خليها فوالا. دير شويه د لاصوص من الجناب، راه الصدر ديال الدجاج هاد الاكله هادي ما كتاخذش كاع الوقت نهائيا، في ساعه كتوجد الرز، في ساعه تيوجد تهسش بيديك. سي جيب لنا واحد ديكوراسيون، واحد شويه ديال النعناع من برا، سير شي حاجه غير اللي جبتيه.
انتم المشاهدين مرحبا بكم، وتنشكركم مره اخرى وشكرا على الانتباه ديالكم المشاهدين ديالنا اللي تيشاهدنا وتيتبعنا، تنشكركم بزاف بزاف. تحيه لكم واحد واحد. مازال من اي مازال انت من مرده تمنى عتلين بخير وعلى خير، اكون النية في الفيديو صحه جيده ان شاء الله. ها كنت تترعى مع واحد الفيديو مزيان هادي، فوالا تنتمنى يعجبكم. ديري للفوق للفوق، فوالا حنا زوقناه بالنعناع، فوالا دابا غادي نقدموه بالكاغت. نقدموه نسي هذاك التبصيل. بسم الله الرحمن الرحيم. وها حنا درنا هذا راه الغداء، شالي داك الضو يمكن ما تيبانش هذا الشيء. درنا واحد الشلاضة مغربية، هادي هاديك الطوماط سخيز، هيا شلاضة مغربية وشلاضة عادية ميكس خضراء ميكس، فيها خيز وفيها بزاف ديال المواد. الشلاضة ها هي تتشوفوا، المهم ها انتم كتشوفوا الطبلة ديالنا، راه عادي هادشي راه في الغداء. تبارك الله عليكم وشكرا بزاف كاع المشاهدين ديالنا اللي تيشاهدنا. هو الا بغاو يديروا لي لايك راه عارفين، راه هي اختي اللي وجدت هادشي اجي لهنا. ها هي فاطمة اختي اللي عاونتني في هذا الشيء هذا، وشكرا، وراه تتشكركم حتى هي وكتقول لكم شكرا بزاف المشاهدين ديالنا. وسمحوا لينا الا كاينه شي واحد لا تيتوحم ولا شي حاجه، حيت راه هذا الشيء الماكلات راه ما تنبغيش انا نطيب، ما تنبغيش ندير الماكلات على حساب اسميتو باش نبقى ندير ونجي حتى واحد. اوكي وشكرا المشاهدين وتحيه لكم واحد واحد وشكرا بزاف. المهم خليكم حتى الفيديو الجديد ان شاء الله، وشكرا تحيه لكم، وتنشكركم بزاف على المشاهدات المتابعه ديالكم، وشكرا نهاركم سعيد وتبارك الله عليكم.